شاب هيك كان بعيد ميلاد وكريم ويصرف ومدري شو، وكان معجب في. قال لي جوزيف هيدا بيصرف عليك وانا راضي عنه. جوزيف بعدين بعد جلسين ثلاثه قال لي اوعي، طلع بخيل وطلع عم يضحك علينا. ماشي عرفت الصورة هيك، قلت لها هي أول مرة من وقت اللي بعرفك بشوف حدا إنه بيسأل صباح شو بدك شو كذا بسهرة شامبان يا لطيف. عشي جمعة فتنا أنا وجوزيف على مطرح لقيناه مع وحدة يعني خطيبته. طيب هل يمكن خطيبته ما بعرف ما سألته إنه هل بيمنع إنه إذا كان معه إذا كان مرتبط ما يكون معجب بصباحه يعني كذاب؟ لا هلا فرق ما يكون معجب. لا دخل إعجاب، دخل غير شيء. هو دخل غير شيء. قلت انا على البهس خايب بتسلى عم يصرف عم يظهر بحبه ويرقص كمان ومهضوم بس لشو. صبوحه ايمتى شفتي جوزيف عم يبكي؟ جوزيف بكيت انت شي مره قدامي؟ ابدا. غريب فظيع شو عنده احتمال، شو عنده صبر وهيك. جوزيف بستغرب مش انا بس يعني صديقه له، في كتير كتير سيدات بيعبدوا عبادي لجوزيف. ما عم بيأثر على شغلك جوزيف انك عم تتفرغ كل وقتك مع صباح؟ لا لا اجمالا ليك بشغله اجمالا صبوحه بتعرف يعني اغلبيه وقت شغله هو عشيه. نعم بكون انا محلي خلصت الا وقت السفرات يعني، والماكسيموم يعني السفره جمعه 10 ايام، وهذا كمان بعده شغل. انا ما كمان شغل وكمان انه ما بحب يعني ما في استغنى عنه اصلا انه وبهالعمر انا كمان ما بستغني عنه. صار يعرف كيف امشي، كيف نام، كيف قوم، شو اخذ ادويه، كل شيء. بعدين يعني الفنان بيكون عنده كثير اسرار بهيئته بالدنيا، بتتعود على شخص عارف ونخلص. ما تعطي جوزيف كاتم اسرارك؟ ايه كاتم اسرارك. وبتحبي انه يوما ما هالاسرار تنعلن؟ قلت له يوما ما اعمل كتاب عني. يعني اعطيتي حق انه يكتب قصه حياتك جوزيف؟ شو بتكتب جوزيف؟ اول صفحه شو بتكتب فيها؟ اذا بدك تعرف عن صباح بالكتاب اللي بدك تكتبه كيف بتعرف عنها؟ كيف بعرف عنها؟ بقول انه صباح الفنانه هالهاله الكبيره يلي هي بقلب طفل صغير، وما بعتقد حدا فهم صباح بعمرها كله، ما بعتقد حدا فهمها شو هي صباح الانسانه غير الفن، هذا الفن هي عملته لحالها. هل ينطبق عليك صبوحة بالمثل القائل الفنون جنون أو الفنون جنون؟ برافو عليك. جنون فنون عملت مسرحية هيك أنا اسمها فنون, فنون جنون. جنون خصوصا أنه طولتك إشاعة بمرة من المرات أنه أصبت بالجنون. إيه دخلت أنه جنت. كنت بأمريكا عند أولادي وكلهم أصحابي يقولوا لك تعي كذب الإشاعة فكرينك مجنون، ويطلعوا يقولوا شفناها نحن بعيننا بالمستشفى وهيك. قلت لهم بجنن بلد من المجنون. جوزيف وصباح بدنا نشوف صورة نحن وياكم من الفيلم اللي شفناه بالبداية، بس لنرجع نتذكر أمور صغيرة. هاي الصورة اللي عم بنشوفها قدامنا صورة بيت أرميد. أرميد بضيعت بديدون. بديدون اللي هي ضيعتك. ايه وادي شحرور بديدون يعني. هاي البيت الحجر هيدا بيت مين؟ ما أنا عمي كان شاعر سموه شحرور الوالي. شحرور الوالي هيدا البيت هيك أوطة كنا كلنا ننام فيه. هيدا البيت الأسرة الأساسي. الأساسي مظبوط. اللي ضم العيلة اللي كانت كم فرد فيها عائلتكم؟ من كم شخص كانت مألفة عائلتكم؟ نحن كنا 5 6 أولاد. نعم. وأمي وبيي. هيدا بتعتبريه بيت السعادة؟ إيه مظبوط. لما غادرتوا هالبيت بلشت الدموع بحياتك؟ إيه. بهالبيت ما كان في ولا دمعة أبداً؟ لا ولا دمعة ولا أي شيء. ولا دمعة؟ ولا دمعة. قلت لي كنتوا تناموا كلكم بأوضة واحدة؟ إيه بأوضة واحدة مظبوط. كنت راضي بال كنت راضي ونحط فرشات ومخدات على الارض. ما كان يعني عندنا تخوتي ومدري شو، لا كنا ننبسط. مش هيك هلا انا شو ما كان بيعجبني نام على فرشه على تخت بقصر مدري شو ما بتفرق معي. وما سعيتي لاسترداد هذا البيت؟ لا ابدا ابدا رغم كل الذكريات الحلوه بحياتي. ايه بس انه ما سعيت، عرفت كيف؟ تغير نمط حياتي صار غير شيء. اليوم إذا بدي فرجيكي كمان شغلة تانية من الفيلم اللي قطع بس لنقول هاي البركة الصغيرة هاي.
وللبنت الصغيره اللي واقفه على البركه. سالتني انا ما هيك جاوبتك؟ هيك كنت عم نسالك لما كنا عم نعمل الريبورتاج. ايه انزلوا اسبح فيها وتشيطن وكل شيء واركض على هالدراج وعلى ما بقى تزوري هالاماكن اللي بعدها بترمز لطفولتك ولا بزور الضيعه كثير، اهل ضيعتي ما في مثلهم بحبوني كثير. ليش؟ بس انه مش انه يعني بزورها كثير بيعزموني، عرفت كيف؟ ليش دائما لما بدنا نوصف طفوله صباح بدنا نوصفها بالطفوله المعذبه او الفتاه التي لم تعش طفولتها؟ ليش؟ ليش؟ اشتغلت بكير وحملت هم بكير يعني حمل منه هين لحد هلا الحمد لله. بأي سنه بلشتي تشتغلي؟ انا كنت يمكن سنه 43 يمكن هيك شيء. قد ايه كان عمرك؟ شو بعرفني هلا ني عمري راح يصير 80. لا اشتغلتي شيء قبل الفن؟ لا بس كنت الفن. بالمدرسه الفن. كمان هيك بدي ارجع انا وياكي بالذاكره لورا من أنا نفس الشريط. عملوا لي كانوا بالمدرسه يعملوا حفله للاهالي وانا كنت بحفله اسمها يعني الاميره هند زمان، وشافني المجوز اختها لمدام اسيا ديغي. نعم. قيصر يونس قال لي بتروحي على مصر تعملي افلام؟ كنت انا عم صلي ليل ونهار لصير مثل ليلى ومراد. بعد ثلاث ايام بعثوا اخذوني، بعنا بيتنا وفلينا وتغيرت حياتي من الاساس. وانا ليش بحب مصر كثير؟ هن ربوني. من شريط الحياه في كمان يمكن ينطبق عليه كلمه دمعه وابتسامه، صوره شخص حكينا عنه كثير بس رح نرجع نشوفك بصوره بعناق انت وياه. هالشخص ينطبق عليه دمعة وابتسامة بحياة صباح. شوف أنا الحقيقة لما مات أستاذ سعيد فريح الكاتب الكبير رحت بجنازته وبكيت بكي العميد. فقالت لي ست مريم ليه عم تبكي هالقد؟ قلت لها لا أنا عم ببكي لأنه خلص قررت أترك وسيم كبارة لأنه عارف حدا وهيك. قالت لي خلص قرري وانبسطي ما يهمك حد. قريتها دائما هيك، هي مشكلتها ست مريم. يعني يا تجوزي يا طلقي، ما عندها حل وسط. ما عندي حل وسط، برافو. أثر فيكي كثير وسيم طبارة الله يرحمه. إيه ذكي كثير. أثر فيكي. كثير ذكي، كثير. أنا كان بدي أحكي عن رشدي أباظة. إيه. حكينا عنه كثير. ابن أحسن عائلة رشدي أباظة، بنت أباظة بمصر أحلى عائلة. رشدي أباظة بحديث إذاعي، هيدي الصورة. بحديث إذاعي لإلك لما ذكرنا رشدي أباظة بتقولي فيه أنا بحب موت لسبب بسيط، إني بركي هونيك برجع بلتقي برشدي وبكمل حياتي أنا وياه. مضبوط، وبشوف أخوتي بشوف أهلي. إلى هذه الدرجة أنت تعلقتي إيه؟ برشدي أباظة. هلا بشوفه بفيلم بجن يعني بقول كيف تركته هالشاب، كيف مات، كيف هيك، حتى من غير شر عن الناس سامعينا وأنت وجوزيف. لما كان بالمستشفى رحت انا بدي زوره، كان ابراهيم خان قال لي بس فت لعنده على الاوضه قال له صباح ومات لابراهيم خان. فهي ما بنساها بحياتي ابدا، عشان هيك بحبه هالقد. كنت انا قاعده برا بدي فوت ما فت قال لي ما تفوتي ابراهيم. شفتيه؟ لا ما شفته ميت، لا ما شفته، بس فات ابراهيم خان فات علي. ايه افتكرني انا قال له صباح، انا كنت برا قلت له شو بفوت؟ قال لي لا لا ما تفوتي خلص. قال لي هيك. بدنا نرجع لموضوع رولا. ايه رولا اللي كمان رح تضل معنا كل الليله لانه ايه؟ جاي مخصصه يعني مخصصه الليله انه هي بدها ترد جميل او شكر للصبوحه. بس بدي اسمح لحالي اسال السؤال بحضورك وبحضور رولا معلي. هل صحيح انه مشروع الديو الغنائي كان مقرر بينك وبين هيفا وهبي؟ لا ولم يتم؟ ما بيلبق لهيفا مع اني بحبها كثير. يعني هاي فأم كيف بدها تركض ورا فدات مثلا وهيدا، انه رولا لبق للدور بريئه وصبيه وكل شيء. برايك كيف ما كانت قدرت تغني الديو معي؟ لا ولا حدا يعني له ماضي. مع انكم غنيتوا مع بعضكم ولا ايه لا؟ على البساطه بالوادي. ايه غنيتوا. بس ما بيلبق هالدور الا لبنت بريئه مش سامعين عنها شيء، عرفت كيف؟ طموحه للفن وهيك، بس اي ست مشهوره ما بينفع. عرفت كيف؟ ست هيفا مشهورة كثير. نعم أنت المقصد هون ايه؟ إنه مش سامعين عنا شيء، يعني منا معروفة بعالم الفن، يعني إنه ايه؟ بدك موهبة جديدة إنه تنطلق بهالموضوع. وحبيتها كثير وعندها مستقبل مهم. نعم. كمان. أنا اللي عرضت بتعيد التجربة علي معها؟ نضال أحمدية. قالت لي في غنية يعني أنا بتحب تصوريها مع رولا. قلت لها أنا شوف الفكرة. يعني بتعرف نظام بحبها كثير ما بفضل. هلا اذا اعطيناكم فكره ثانيه بتجددوا التجربه؟ انا وياها ايه بتجددوا التجربه. بحبها كثير.
منك ندماني انك كان لا بالعكس الله بالعكس اخذت 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 صدى كثير كثير حلو. لازم يلا تعملي نشاط جديد وعطول بشجع. رح نستقبل لك كمان مره باغنيه جديده من اغانيك، ما بعرف شو مختاره اي اغنيه من اغاني صباح، رح نسمعها كمان بصوت رضا.